سأشكل حكومة، حكومة كفاءات وطنية مستقلة على كل الأحزاب. حكومة مستقلين، خيار أعلن عنه الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف في الوقت الذي انسحبت فيه عدة أحزاب من مسار المفاوضات في مرحلتها الأخيرة. ووجد هذا التوجه ردود فعل مختلفة، إذ ذهبت أحزاب المعارضة لاعتبارها مناورة سياسية بعنوان التكنوقراط، إذ تمثل حركة النهضة العنصر الأساسي في هذه المشاورات، علاوة على أن الحكومة المستقلة ستحتاج لثلثي أصوات البرلمان للمصادقة عليها، وهو ما يحتم بشكل أو بآخر دعم كبرى الكتل لها، وخاصة النهضة وقلب تونس وكتلة الإصلاح الوطني، حيث أبدت هذه الأطراف ليونة في التفاوض على خلاف باقي الأحزاب. هذه الحكومة لن تكون مستقلة 100% باعتبارها أنها ستكون متكونة من شخصيات ذات كفاءة سياسية، لكن ليس من الصف الأول، ستكون مدعومة من حكومة من حزب النهضة وحزب قلب تونس وأيضا الكتل التي انضمت إليه في الفترة الأخيرة. الكلام الذي ذكره حبيب الجملي لم يصدقه بين ظفرين كثيرين في تونس هنا، لأنه النهضة كما نعلم هي المسؤولة عن تشكيل الحكومة، ومن الصعب جدا أن لا تكون مشاركة في هذه الحكومة، وأيضا من الصعب جدا أن لا تبحث عن شريك آخر في البرلمان يعني للمشاركة في هذه الحكومة حتى يمنحها الثقة. ومن جهة أخرى تشير قراءات سياسية إلى أن مخاوف الذهاب إلى ما يسمى بحكومة الرئيس وضيق الوقت أمام انتهاء أجال تشكيل الحكومة وتعمق أزمة المشاورات هي من أبرز دوافع قرار الجملي، غير أن هذا القرار لا يمكن أن يكون أحاديا بقدر ما هو خطوة سياسية بمباركة حزب النهضة وفق مصالح وأجندات معينة. هل يمكن لحكومة كفاءات مستقلة أن تكسب ثقة الشارع التونسي والطبقة السياسية للمصادقة عليها؟ حكومة تتسع دائرة المعارضين حولها يوما بعد يوم، وهو ما يفقدها الكثير من الشرعية والسند السياسي حتى قبل الإعلان عن أسماء الوزراء في مختلف الحقائب. نجلاء بوخريس، الغد، تونس.